مشاهدينا الكرام، متمنية لكم مقاما طيبا في بلدكم الثاني المملكة المغربية، ونحن جد سعداء باستضافتكم ومن خلالكم نستضيف هذا المنتدى الذي اختير له شعار التطوع رافعة لتمكين المرأة. اليوم تنظم وزارة التضامن الإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مجلس التعاون الخليجي وأيضا المركز المغربي للتطوع والمواطنة يوم مهم دراسي مهم جدا حول تمكين المرأة عبر الرافعة ديال التطوع. فهذا اللقاء كيجي في إطار تعزيز العلاقات القوية بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي، وكيجي أيضا في إطار المساهمة في فتح آفاق جديدة للتمكين الاقتصادي المرأة عبر رافعات اللي ربما ما كنفكروش فيها. أنا كنفكروا أن المرأة ملي كتعمل تطوع هو فقط للعمل الجمعوي، ولكن هاد المساهمة ديال المرأة المغربية في المجال التطوع أو مساهمة المرأة المغربية في الجمعيات بصفة عامة، وتلقاو المرأة المغربية متواجدة بقوة في الجمعيات، هذا تيمكنها أنها تكتسب واحد المهارات ذاتية وحياتية فيما يخص التواصل، فيما يخص بابليك ديبيت، فيما يخص الترافع، وهاد المهارات غادي يعني ممكن اننا نوظفوها باش يكون واحد الفتح افاق فيما يخص التمكين الاقتصادي للنساء، خاصه الا خدينا بعين الاعتبار ان هناك يعني الوزاره التضامن الاجتماعي والاسره اشتغلت على اخراج مرسوم الاعتماد ديال العاملين الاجتماعيين اللي غادي يمكننا باش نمروا قدام واحد المسطره اللي كيتصبح المراه او الرجل يعني عامل اجتماعي. فهذا واحد الرافعه مهمه اللي غادي يمكننا من المساهمة في تنفيذ التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله، خاصة فيما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة، وأيضا للمساهمة في الوصول للهدف ديال البرنامج الحكومي اللي هو الرفع من نشاط النساء إلى 30%. فمن تنشوفوا التواجد القوي كما قلت المرأة المغربية في المجال الجمعوي، ممكن أننا نساعدها باش هذا حتى ويفتح لها آفاق مهنية إن شاء الله، وهذه تجربة رائدة في المغرب اللي بغينا نتقاسمها مع دول الخليج. اليوم كنظموا المنتدى الاول الخليجي المغربي حول التطوع رافعه لتمكين المراه، واللي بغينا من خلاله انه نصيغوا واحد الرؤيه جديده ما بين الحكومات التعاون الخليجي ومنظمه التعاون الخليجي ووزاره التضامن والاسره والعمل والتضامن الادماج الاجتماعي والاسره، وكذلك المنظمات المغربية، من خلال إيجاد واحد صيغة تعاونية ما بين مجلس التعاون الخليجي والمغرب في إطار تعزيزا للشراكة الاستراتيجية اللي كتجمع دول الخليج مع المغرب، وخاصة احنا بغينا في الشق ديال المجتمع المدني، وذلك نظرا للدور الآن للمجتمع المدني الذي أصبح قوة اقتراحية ومكمل ومعاضد لجهود الدولة. اليوم كما كتعرفوا أنه التطوع أصبح قيمة من قيمات الثروات اللامادية التي تحتسب في مؤشرات التنمية الاجتماعية، ولهذا المركز المغربي للتطوع والمواطنة يسعى من خلال هذا المنتدى أنه نشر ثقافة التطوع، تمكين النساء، إدراج هذه الثقافة اللامادية في التطوع، وكذلك إبراز المجهودات المملكة المغربية في التطوع، وخاصة خطاب صاحب الجلالة التي تدعو إلى التطوع، وكذلك أنه المملكة المغربية أصدرت مؤخرا قانون التطوع التعاقدي اللي هو كيتعتبر مفخرة للمملكة، لأنه احنا ثاني دولة يتم استصدار هذا قانون التطوع ما بين 22 دولة عربية. طبعا احنا سعيدين جدا ان يكون هناك في تجمع خليجي مغربي الاول من نوعه في الوطن العربي، وهذا اعتقد يمكن تجمع دول الخليج من الخليج العربي وايصال ثقافة العمل التطوعي الى المغرب العربي، والعكس صحيح، الاستفادة من تجارب المغرب العربي مع الخليج العربي. إلا احنا اليوم نتجمع كخليج عربي مع المغرب العربي وخاصة المملكة المغربية، وحقيقة مشكورة سعادة الوزيرة استضافة هذا الملتقى
لأن فعلا حيكون في تبادل خبرات الاستفادة من كذلك يعني أوراق العمل التي سوف تقدم بعنوان واضح وصريح لتمكين دور المرأة في نشر ثقافة العمل التطوعي، علما أن المرأة حقيقة لها بصمات واضحة بشكل كبير في مجتمعاتنا العربية بشكل مباشر، إلا أن هذا العمل المؤسسي الذي سوف يقدم خلال اليومين في دور المرأة في جميع المجالات التطوعية، وهذا أعتقد حيكون شيء إضافي سنخرج به من خلال توصيات في ختام هذا الملتقى. المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الإبنة وهي المعلمة وهي الطبيبة، يعني هناك مجالات كثيرة لا نستطيع أن يعني نحصرها في هذا اللقاء، إلا أن ثقافة العمل التطوعي احنا فعلا بحاجة أن تصدر الثقافة أو نشر ثقافة العمل التطوعي من المرأة، يعني هي الأم، هي من تعزز هذه الثقافة في أبنائنا، هي من تعزز هذه الثقافة من خلال طلابنا، هي من تعزز هذه الثقافة من خلال مجتمعاتنا. أنا أعتقد أن يعني اختيار موضوع تمكين المرأة اختيار صعب جدا، ونتمنى إن شاء الله الخروج بتوصيات تحقق النجاح المطلوب لهذا الملتقى، حتى نطمح في الملتقى القادم أن يكون لدينا بنفس التصور والقوة لنشر ثقافة العمل التطوعي من خلال دور المرأة في المغرب بشكل مباشر. كفضاء لمؤتمر مجتمعي لمناقشة موضوع التطوع وتنظيم المغرب.